احمد معايا؟ ايوه يا فندم، السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك من كل سوء ومكروه، اتفضل. انا احمد محمود منصور ابن الشيخ محمود منصور قنديل رحمه الله عليه. رحمة الله عليه ورضي الله والدي عنه. والدي 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 كان من رجال الازهر رحمه الله عليه. رحمة الله عليه ورضي الله عن جميع يا رجال رب يا الأزهر رب وعن جميع يا رب. المسلمين والمسلمات. ماشي يا فندم. انا يعني حاليا ماشي في ال 64 سنه. الله يديك العمر والصحة. من لما كان عندي 61 سنه، طبعا بعد والدي ما توفى، انا والدي يعني لغايه سنه 95 والدتي كانت بتاخد المعاش، هو توفى بدري يعني رحمه الله عليه، وكان شغال مدرس في مدرسه قطاع خاص. تمام. لما توفى والدي والدتي كانت بتاخد المعاش، انا طبعا عمري ما كنت بفكر في معاش لغايه لما وانا بقى اشتغل في شغل الكافيتريات والمطاعم، بشيل انبوبه كبيره بوظت ظهري وبوظت دراعي، ما بقتش اقدر اتحرك من زي المشلول. حاضر. لجأت للتأمين والمعاشات وصرفوا لي المعاش لمدة سنتين بعد ما عديت ال 61 سنة. وفوجئت بيهم قاطعين المعاش بقالي دلوقتي من يوم 23/1 اللي فات، بقالي 7 شهور يا مولانا. كل كرسي عندي في البيت أنا بعته عشان أرجع المعاش تاني، وما عنديش واسطة غير ربنا. حاضر. والكشف الطبي بتاعي، أنا عملت كشف طبي وعامل حضرتك الأشعة منين يا عم وأشعة. احمد؟ منين يا عم احمد؟ انا اصلا مش شرقيه، بس مقيم في الاسماعيليه جنب بنتي، عشان بنتي متجوزه وقاعده في الاسماعيليه، انا مقيم جنب منها طب وبقيت ارجع، وبقيت عارف. للكنترول، ارجع للكنترول. معلش سيب لي تليفونك، وان قدر الله احنا نشوف حالتك الاول، وان ربنا قدرنا ووفقنا نتواصل مع اخواننا اللي في التامينات والمعاشات، وربنا يقدرنا على ان نزيل اي مانع ان كان هناك مانع. ولو حد بيسمعنا من اهل الفضل ومن اهل الكرم ومن اهل الجود ممن لهم سلطه في التامينات والمعاشات، مش محتاج اقول ان مثل هذا يبكي فلا خير فينا. مش محتاج اقول ان ده راجل شاب فالله يستحيي منه. الراجل ده اصبح ذا شيبه، عدى الستين، هذا اسير الله في ارضه، هذا ضيف الله في ارضه فاكرموه، هذا الذي وهب عمره لبلده فلا بد وان يكرم. انا بقول الكلام ده علشان كل واحد بيعطل مصالح المسلمين بل مصالح الناس كلها. سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد راجل غير مسلم يمد يده على باب المسجد قوم الدنيا وما عداش، لانه من جمله الرعيه، لانه من جمله الرعيه. فاتقوا الله معاشر اصحاب الوظائف الذين يعطلون مصالح العباد والبلاد وما اكثرهم. والله احنا بنشوف امور عجيبه، واحنا بنقضي مصالحنا الحكوميه بنشوف امور لها عجب العجاب. تلاقي الواحد قاعد ماسك المصحف، مصحف ايه اللي ماسكه يا حبيبي؟ ماسك السبحه، راح اصلي الظهر، ظهر ايه يا حبيبي؟ اقعد يا حبيبي قضي مصالح العباد. وطبعا لما الواحد ما يكونش ليه لازمة ولا معروف ملوش عازة، لكن لو معروف تتقلب له الدنيا وتقوم الدنيا ولا تقعد. فاحنا عايزين نتعامل مع ربنا، ما نتعاملش مع الناس المشهورة والمعروفة واللي بنخاف منها وبنعمل لها ألف حساب. مثل هذا يبكي، كل على الدنيا.